هاي، مش ضروري يكون الكوي عمل منزلي وبس. إكستريم آيرونينج أو الكوي الخطير هو رياضة خارجية تجمع بين الخطر والحماس والكوي بالوقت ذاته، وبتتضمن حمل لوح كوي ومكوية على مناطق خطرة مثل منحدرات وجبال والقيام بعملية كوي للتيب. بدأت الرياضة سنة 1997 بلايشستر المملكة المتحدة من خلال فكرة جمع نشاط الكوي يلي بيزهق بتجربة مسلية وحماسية. سنة 1999 شهدت على حملة عالمية للترويج للرياضة بالولايات المتحدة، فيجي، نيوزيلند، أستراليا وأمريكا الجنوبية، أدت للاعتراف باللعبة كرياضة على صعيد عالمي. سنة 2002 شهدت على بطولة عالمية ناجحة للعبة نظمها قسم الكوي الخطير بألمانيا. مين قال إنه من أخطر التجارب المعتمدة بالبطولة الكوي على لوح تزحلق بقلب المي وعلى دراجة هوائية متحركة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.